ايه وبعدين معه هاد شو بدنا نعمل مع هالرجال ابو خرزيه؟ ترى منحط الخرز بتمه ومنخنقه. تيو بس ما حكيت شي. بالمناسبه لا تشوفوا جول نعمه هيك، ضربت الرجال بالعصايه وكسرته، يا ريتكم بس شفتوها. الحمد لله انه بالاخير انا ضبطت اعصابي وما كبر الموضوع اكثر من هيك. مثل ما قال عنكم الاستاذ، بنات حلوين وقد حالكم بصراحه بنفس الوقت. الحق معه، خير ما عملتوا. ايه لازم تلاقوا لنا لقب يكون يليق فينا، يعني مثل أجاسا مثلا. شو بدكم تلقبوني؟ ايه يلا فكروا معي. الشغله مو بس بالكلام، بالافعال، يعني لازم تستاهلي اللقب. شو رايك بلقب الخرزه؟ اللي خرزه الخرزة، خلص ما في داعي، خليك على اسمك جول، كتير حلو الخرزة. معقولة انت؟ شكراً على كل شيء. باريش بيك لا تواخذنا لأنه تقريباً قلعناك من سيارتك. ولا يهمك كفتة أزمير. لا تنسي الوكالة بكرة. تمام. وكالة شو؟ أنا ما فهمت. شو يعني القصة ما خلصت؟ حبيبتي لسه ما رجعنا القهوة ولا أي مكان من باع. إذا خسرنا القهوة رح بيتأجل عرس أرزو وأخي كمان 20 سنة. أنا رح أرفع دعوة وأخذ السندات، لا تقلقي، بس أكيد هالشي رح يعصب ويلي. واضح إنه رح يعصب، هالشي ما رح يعجبه أبدا، خاصة بعد ما سرقنا له السندات ووقفنا له مشروعه. كل شي رح ينحل. يلا عن إذنكم لازم نمشي. تصبحوا على خير. وإنتي بخير. وإنتي بخير. تصبحوا على خير. جول وين المفتاح؟ لحظة ليكو معي، استني. مشي الحال. أستاذ؟ ماني منيح، تعبان كتير، ما في داعي تسألني. امشي. ها؟ ها؟ شو هالجمال؟ أصلي؟ شو هالجمال؟ طالعين بتاخدوا العقل بهالتياب، كتير حلوين وكتير لابقتلكن. خلوني شوف. يا حبيبتي يا روحي انتم. اختي جول قليلي، هلا انت معقولة رحتي وانت لابسة هدول التياب مع أصلي لعند مديرها؟ ها؟ شيلك هلا من موضوع التياب. شو أخدتوا السندات؟ احكي. بظن ما قدرتوا تاخدوهن منهم، ما؟ أعطوكن ياهن؟ هنن ما أعطونا ياهن، بس نحن أخدناهن. حبيبتي يا عمري، أنتي بطلة، أنتي ما في منك. طمنوني، والسند تبع أبي؟ طمن أخي طمن، جبنا السند وحمينا المحل الخضرة تبعنا. حلال عليكن يا بنات، خير ما عملتوا والله. بنتي المحامية أنا بشوف حالي فيكي. يلي عملناه ما دخله بالمحاماة أمي. على كل حال رايحة على الحديقة بدي ارتاح شوي. ايه لازم. تعبانة. صح، ما خبرتينا شو صار معكم بالضبط. خبرتيني بصراحة، الأستاذ تيو والأستاذ باريش ساعدونا كتير، ما قصروا معنا، وقفوا معنا ودعمونا وعملوا كل شي بيقدروا عليه. لولاهن ما أخذنا السندات، تموا فينا كتير. الله يبارك فيهم. ما فهمت ليش عم تعيدي الكلام كتير، فهميني ليش. ها ليش؟ بس عن أي كلام عم تحكي؟ أنت ما عم تسمع شكلك. ابني بلا ما تسأل هاي الأسئلة لازم تتشكر أختك. أستغفر الله. أكيد يا خالتي معك حق، بس كنت حابب أفهم مو أكتر من هيك. قلونا شو صار بالملكية؟ حليتوا القصة؟ وشو صار بالمحل؟ رح أشرح لك، يعني حسب يلي فهمته أنا، قبل كل شي لحنا لازم نرفع دعوة.
وباريش بيك بحل هاي القصة وبيخبرنا. لو تعرفوا قديش باريش بيك محترم والله ما في منه. هلا أنا ما عم أفهم إنه ليش باريش بيك عم يعمل هالخير؟ يعني شو المقابل؟ هو بيعامل كل الناس بهالطريقة ولا شو؟ أكيد بده مقابل لهالشي اللي عم يعمله. والله ما بعرف، غريب. ليش عم تحكي بهي الطريقة؟ الرجال حب يعمل خير، إذا حدا طلب منك شي ما بتساعده يعني؟ أكيد. بلا أخي أكيد، بس أنا شايف إنه القصة غريبة. والله أنت الغريب. أصلي، قلي لي ليش زعلانة لهالدرجة؟ وباريش بيك كمان صاير فيه مثلي جول، عقله مشتت مثل عقلي. برأيي مو لأنه ما بيحبني طردني، بالعكس لأنه بيحبني كتير. وأنا هيك رأيي، هالرجال بيحبك كتير، يعني هي الحقيقة واضحة. بس أكيد في شي تاني لهيك ما عم يصارحك. كل الوقت عم فكر، خطر على بالي شي واحد بس لأني شوفيرة، وإلا ليش كل هالقد مصر على دراستي؟ برأيك محامي كبير مثله بده يتزوجني؟ بس هو من الأول بيعرف شو بتشتغلي، وإلا ليش ليهتم فيكي لهالدرجة؟ يمكن هاي مو مشكلته لإله، بركي أهله. مين؟ قصدك حدا من خالاته؟ معقول؟ ايه، برأيي هذا هو السبب. لما طلعنا من الفندق أنا وياها كنا رايقين، وبعدين رحنا لعند خالته بنفس اليوم، تركني الشغل. أكيد خبرها بقصتكن وهي قالت له لا. وأنا هيك رأيي. اسمعي، لازم تكملي دراستك وتصيري أحسن محامية، روحي ولا تترددي. ما بحب الناس يلي بيحبوني حسب شو بشتغل. ما بعرف شو قالت له خالته لصار بهي الحالة. يا ريت لو شفتي بس كيف عانقني واعتذر مني. خلص بقى قطعتي لي قلبي، المسكين واقع بين نارين انتي وأهله. عن جد كتير زعلتيني. وانتي شو بدك تعملي؟ ما بيصير تتركي هيك، اعملي شي. جول ما فيني أعمل شي، هذا قراره ولازم احترمه، وهي عيلته. معك حق، ما في يفضل حدا عن عيلته. وأنا رح أعمل كل شي مشان عيلتي، وبعدها رح أطلع من حياته كلها على الآخر. كيف رح تتحملي كل هاي الفترة وأنتي معه؟ رح أتصرف كأني ما بحبه، ورح أعمله مثل ما بعمل أي حدا غريب، حتى رح أتصرف بكل عفوية مشان يقدر يتخلى عني بسهولة، يعني مشان ما يعاني من عذاب الضمير بسبب. لازم حدا فينا يتراجع. بفهم، بدك تتصرفي معه بعفوية ومزح. تماما، ببرود وبعفوية، كأنه مو هاممني شي وكأني تجاوزته. هيك ما بيتعذب وبيرتاح، ولما ايدي بتلمس ايده عادي وكأني عم بلمس الكرسي. فهمتي علي؟ يعني يكون قريب منه وما ألمسه، وأعرف كيف حرك مشاعره وابتسم بكل برود وامزح معه بشكل طبيعي. هالوضع صعب علي كتير. عادي استاذ، انت بالنهاية ما لك علاقة بموضوع الحادث اللي صار. حتى هاكان ما كان له ذنب، سمم الشاب وما كان وعيان شو عم يعمل بوقته. أوف، لا تعيد القصة. شو ما قلت ما رح يتغير شي، لأنه ابن خالتي دعس بنت أخوه لأصلي، والبنت حالتها صعبة كتير، وأنا غضيت نظر. هيك قصة ما بتنتسب نوب. لازم تقنعها تروح على الجامعة وتكمل دراستها بأسرع وقت ممكن، ما بصير تضل بهي الحالة بالنهاية. شو بدك أعمل؟ أنت بتعرف لما حاولت أقنعها عصبت، لهيك عم أقول لحالي لازم خبرها بالدعوة، وهيك ممكن ترتاح وتبلش تشتغل بالمحاماة. يعني ايه، فكرة كتير حلوة. إذا بتحضر معك جلستين بهالقضية هيك رح تتحمس أكتر، مو هيك قصدك أنت أستاذ؟
عظيم. ايه تيو، ما ضل عندي غير هالطريقة، لازم جرب حظي فيها.